بركب الحي للحي سائرا، فقلت لهم ما حال ذات الغدائر محجبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صب ولها القلب حائر. فأوصفها تحلو لسمعي وخاطري، فقالوا ترى في ذكرها بعض سلوة لعاشقها دون الشهود بناظري. لا إله إلا الله. هلم نجد السير نحو خبائها لنحظى بها ما بين تلك المشاعر. فقلت لهم في ذكر أوصاف حسنها تيقظ محجوب وتنشيط سائر. لا إله إلا الله. الله أياما تقضى نعيمها وتذكرها خليلي، هل من عودة لليالي توالت فإني بعدها غير صابر. والحمد لله رب العالمين.